قديش بارم العالم؟ حتذوق لبنة معزة من بعلبك ما في مثلها. يومين رح نقضيهم بأوتيل اسمه لا سيستا بخلدة حد المطر، بس أكيد ما رح اجي لهون تطبش بالميات وقعد اتشمس كل النهار، فطلبت اتعرف على الشيف، الشيف اسمه حسين عرفكم عليه، رح نطبخ سوا ونحضر سوا الغداء الترويقة وسيربيز لهم عشية. يلا مشوار المطبخ ببلش، حقوني. هاي شيف. هاي. شو بدك تاكل؟ شو بدك تاكل؟ شيف حسين من بعلبك. اهلا وسهلا. تعرفنا على بعضنا قبل شوي وخبرني خبريه بتعقد، هيدا اول شيف بلتقى فيه بتاريخ بارميتا اخر 7 سنين، ما بيزيد كثير بصل وثوم على الاكل وبيامن انه البصل والثوم بيشيلوا الطعمات الاساسيه. صح اكيد. التوم انت قوي، حبيتك قبل ما اعرفك. حبيبي اكيد الثوم هو الثوم طيب بالاكل، في اكلات مفروض يكون بقلبها ثوم، بس مش على طول الثوم هو الاساس، اكيد لا، في اكلات بيروح منها الطعم كليا الثوم، والبصل اكيد بيروح الطعمات. في اكلات بدها بصل، في اكلات مش لازم يكون بقلبها بصل، وقد ما فينا هلا بالوقت اللي نحن فيه لازم نخفف البصل والثوم لكل شيء طعم يبين بالاكل اكيد. ثانك يو. رح نعمل اختراعات بتعقد، رح نعمل طلع الشيف شاغل تلياني قبل، شاغل بمطعم لبناني اكثر من 12 سنه، رح نخترع اختراعات كثير حلوه، شايف اكل لبناني، شايف مقبلات مسقعه بارده وسخنه، خبرني شو رح نطبخ سوا؟ حنطبخ سوا اليوم حنعمل راهب، حنعمل حمص، حنعمل متبل، حنعمل تبولي، فتوش، البقدونس بلدي جاي من الضيعه، البقدونس بلدي عندنا، البندوره مثل ما انك شايف بلديه. كل شيء عندي فرش، الباذنجان من الضيعه، الباذنجان مشوي هلا على الفحم بعده طالع، رح نعمل خضرة فرش، كل شيء عندنا فرش، هو بنحط له فلاكه رمان، بقلي، زعتر، كل شيء خضره فرش، حتنحط بالراهب، وحنذوق راهب كثير طيب، وعلى فكره الراهب بلا ثوم. اول مره رح تشوفوا اولادي عم يفوتوا على المطبخ، رح نطبخ سوا، هن يحطوا ايديهم وهن يعملوا البيتزا تبعهم، هن حيكونوا الشيفيه ونحن حناكل 100%، هن حيكونوا الشيفيه يوم عندنا الاولاد، هن حيكونوا الشيفيه، هن حيطبخوا، هن حيعملوا بيتزا ونحن حنعمل تيست عليه. نيو نيو. هاي للولاد. واو، طعمة الارض اللبنانيه. صح، واو، احنا من لبنان. أسيدتي خفيفة، سويتنس لذيذة طبيعية، جوسينس اول ذا واي، اكيد توب نوتش. واو، القرش الصغيرة حسيناها قبل شوي، بعدين في عندك الأسيدتي والسويتنس تبع البومجرانيت تبع الرمان ودبس الرمان حمودة الباذنجان، الكريمينس تبعه، شو هالخلطة السحرية؟ شرقي، فاهمين شو عم بيعمل يعني شوي؟ لبناني، أنا بحب اللبناني. اللبناني مش المفلسف، اللبناني يلي بيطلع كل الطعمات المضبوطة بلا ما يكون وذ تويست اختراعات غريبة عجيبة. صح. شو بدك لك شيء لك؟ سحير. الحمص هي كواليتي بالأرض. هيدي حبة الحمص، هي حبة الحمص، هي بنحط لها طحينة. حامض وملح وزيت. صح، في عالم بتحط لها بيستو، في عالم بتحط لها شمندر. ليش بدنا ننزع الكواليتي اللي عم نشتغل فيها؟ ما هي في شيء بده شمندر بنستعمله شمندر، في شيء بده حمص خيم نشتغل بس بالحمص. دقت هذا الحمص هلا قبل شوي اللي هو كريمي كثير، حموضته كثير قويه وكثير قاسيه، ما في ولا انجريدينت مغطى على الثاني، طحينته كثير مضبوطه، ومثل ما هو الشيف ما عنده شيء يخبيه، المنيو هون، الريسبي هون. الحطب حيطلع، توم حاحط بالراهب، متعارف عليه كل العالم تفيش توم بتحط،
انا ما بحط توم. حندوق الراهب تعطينا رايك، بتشوف توم اطيب ولا بلا توم اطيب؟ بنشوف، خلينا نمشي سوا. الراهب شو مكوناته؟ حامضه زيت وملح. وهلا بنشوف شو بنحط على وجهه. بنحط من عند امي من الجنينه اللي بعثت لي اياهم من الضيعه. اكيد بعثت لي الطيف البلديه، بعثت لي البقدونس البلدي، النعنع، البقلي، لبس الرمان من عندنا من المرج من ورا البيت. هلا حنضوق ونشوف، وتشوفوا الرمان البلدي، هيك كان الرمانات. اهم شيء طعم تشوي الباذنجان. هيدا الورق العنب، هيدا مثل الحجي مثل ما بتطبخوا بالبيت، نفس الشيء. طلع حامض كثير ولا ملح كثير، اوقات بتطلع ملح الطبخه بس بتكون كثير طيبه. ليش؟ لانه نفسها طيب على الطبخ، صح؟ كلنا هيك بالبيت، بس سبحان الله هودي نفسي فيهم. هودي الورق العنب حامضهم مش كثير قوي بس كثير طيبين. حامضهم عظيم. رز مستوي مزبوط، الورق تبعه منا سميكة، حمضهم كثير مهم، حمضهم كثير مهم. الورق من عندنا من الكرم مضيعة. كل شيء من فوق. أكيد أكيد كل شيء مضيعة. لقمة عظيمة ذكرتني بطبخات ستة الله يرحمها. ومثل ما قلت شيف، نفس 100%. نفس. صدقني هودي البقدونسات بلديات. إيه؟ التبولة المتعارف عليها بدها بصل. بس كرامتك ما حتحط بصل. حناكل أطيب تبولة. أنا أكيد. عظيم. يلا لكن بقدونس، بندورة، برغل، نعنع، برش حامض. أوه، برش حامض أهم شيء. أهم شيء زيت الزيتون من الجبل أكيد. رشة هالملح ومن غنجة. التبولة ما بتنخلط، التبولة بتتغنج. صح. طلع كيف بالايدين اكيد. اصلا غلط ما تغنج، ضروري بدك تغنجها وتكون مبسوط انت عم تشتغل فيها اكيد، وتضحك تطلع الاكل طيبه بنفسك اكيد اكيد. وين الطنجره؟ اكيد. واذا بدك شيء نزله. واو، هلا احسن البقدونس. واو الصوص، انا في بقدونس هلا. بقدونس البلد الحموضة مش معقول. زيت الزيتون كيف هيك بزحط على اللسان، ما بدها شيل. وقرش كتير 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 بعيد من البرغل، كتير صغير وكتير خفيف. كتير خفيف. وبلا بصل. ودوق التبولة بلا بصل. هيدا الخيار بس يكون هيك، هيدا بلدي. يلا رائع رائع يا زلمة رائع. وطلعوا شباب ورا. لا منكفي خيار، بندورة جبلية، فجل. عم بشتغل بإيدي بس أكيد بالكاف. هيك يتغنجوا هون فوتوشات. الكولد سكشن ننقل على الهوت سكشن. رح نعمل شو؟ رح نعمل شيف انت هون شو رح نعمل؟ رح نعمل مقانق، رح نعمل جريل بالضبط، رح نعمل شريم، رح نعمل بطاطا حرة. هو مطعم لبناني سلاش سي فود، لبناني سي فود، فرح نعمل خلطة عامة. صح. بلشت كثير جوع، انا مش معود لما اكل 10 مرات بالنهار. ها بس هلا على الريحة انا اكيد على الريحة وعلى منكفي نص ساعة زمان ونطلع نفرجيكم الطاولة اللي كلها ألوان وكلها حياة ونبلش ناكل صورة. يلا شيف، هول مش من بعلبك؟ لا هودي من البحر أكيد، بس حنطلع بحر على بعلبك. هذا كلامار، هذا الكلامار اللي ما بيعلق، اللي منه مثل كاوتشوك، منه مثل الدولاب، لايت كلامار. كلامار اسمه كلامار. شايف بلشوا الاوردرز يجوا، بلشوا هذا يوصل اكيد. نحن خلصنا، رح نطلع نلتقى برا.
اكيد. ناكل لقمه سوا؟ ناكل لقمه سوا. ومنخبرهم بعدين شو رح نرجع نعمل سوا؟ اكيد. يلا تعالوا افرجيكم الطاوله قديش حلوه، السيت اب مع الفيورتي الحلو برا. يلا. انا وياك والعائله، وانا وياك بنلتقى عشيه. عشيه انا والعائله، لانه عندي شيء انا والعائله عشيه. اكيد. لكن هن رح يطعمونا. اكيد عشيه هن حيطعمونا وهن حيكونوا شايفين. طيب تسع بلانش. شوبت وبرنانا تندع على البحر. رح نعمل درينك. رح نتركه عم بيلعب، رح ياخذ درينك تبعي، كفي على البحر، وبنرجع نلتقى فيهم بكره. باي. وعدنا الشيف الطبخ هلا مش لإلي، لا الاولاد، فهن رح يعملوا بيتزا، رح يعلمهم يعملوا بيتزا، رح يعلمهم يعملوا برجر اكيد وكالسوني. صح عظيم. يلا عندك كيتشن. هلا عم نعمل بيتزا مارغريتا، صوص لبناني، جبنة موزاريلا مخلوطة مع جبنة الجران أفالانو. حنعمل بيتزا لبنانية، حنعمل بيتزا بيبروني، وحنعمل بيتزا فونجي. هلا عم نعمل بيتزا لبنانية، صوص، عجينة لبنانية بفرن غاز لمنقوش مثل البيتزا، وطالعة معك بيتزا دقيقة كثير رقيقة، منا تاشة، فيري فلوفي على الاطراف، قرشة من برا، كأنكم عم تاكلوا بيتزا تليانية بنفس وبطعم لبنانية. صح.
كتير طريه، العجينه كتير مرتاحه، فيري فيري فلافي بس ما بتعلق، ومن برا قرش زهطوره معلم. الف صح. في سوربريز هي اكيد كلنا عارف ريزوتو. ريزوتو هو الرز التلياني يلي ما بينعمل مثل الرز اللبناني، يعني ما بتحطه معلقه رز مع اثنين مي وكنترون، لا لازم يضل ينخلط. الشيف عم ياخذ ريزوتو تلياني لمحل ثاني، عم نعمل ريزوتو صياديه، صياديه ريزوتو. حطينا ستوك صياديه، كنت طبخ الستوك الصياديه، سمك مع بصل مع البهارات، طبخناه وعملنا اندكسيون، عملنا صوص منهم. رجعنا طبخنا رز نص استوى اكيد، وهلا بنكفي طبخ الريزوتو مع ستوك صيادية. انا خلصت. بس هيدا الضحكة على وجهي من على بكرة مش بس هلا. عم نعمل صيادية ريزوتو، يعني ريزوتو على لبناني. حط لها كل الخلطة، حط لها صنوبر بالآخر، حط لها بارميزان، حط لها شوية بقدونس، زيت زيتون، رشة حامض زيست. سوا تندوق شو تتريلتي ريزوتو ضروري، زيت الزيتون ضروري. الدنتي قرشة خفيفة، طعمة لبنان كلها، طعمة السمك، حرقة البصلة البعيدة بعيدة، قوة الحامض. شو ملحتها؟ على التليان قال لبنان. نحن نحن لبنانية أكيد. الواحد ببلش ما في وقت. زيت الزيتون على الطرف، الحامض فوق روعة، قرشة سنوبر مش معقول، الأسيدتي تبع البارميزان، طعمة السمك، حرقة الوصل دمع بعد ما طيبة مش معقول. قول لا عن جد، قول لا That's amazing. Look at the expression of the day. رائع. عن جد. أورما أورما بتنعمل بطريقتين، أورما بتنعمل أو لحمة مفرومة أو بتنعمل لحمة شقف حتى ثلاث طرق، أو بتنعمل فول بيف مخزقة تخزيق. هيدي معمولة شقف كبار من الضيعة، من الضيعة، من بعلبك، لبعلبك. بنحط فوقهم سباجيتي، سباجيتي. عم نخترع شي جديد. كربونارا عم نخترع. طعمة الورمة شطيب. مهم. طعمة الورمة ظاهر. يعني سباجيتي بس إذا بدك مسكتهم. الورمة مزبوطة. البقدونس عظيم. السماق نكزة عطيتها أسيدتي. روعة. وصوص البيض يلي منا ما بتحسوا بطعمة البيض، بس أهم شيء ما فيها كريم، كثير خفيفة. يعني فيها الورمة بس إنه أكيد. ناتشرال فات. واو. سباجيتي بالاورما، بالاورما والصوص اللي معموله من البيض بلا كريم، يعني ما فيها حليب ابدا. شو هالاورمات، شو هالصوص، شو هالحموده، شو هالملوحه، شو هالشيء. شقف اللحمة مش حيالله لحمة، مش لحمة مفرومة، لحمة الأورمة. هاي الصوص مثلا بنعمل مع رز، هاي الصوص بنعمل
واو 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 خلينا نرجع طلع كل هولي شقف قوارما سباجيتي الصوص اللي شايفين البيضة ما فيها كريم ابدا ما فيها حليب ابدا معمولة من بيضة بتنخلط 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 كتير رشة سماء شوية واو فكرون عم فكرون عم بزيدها او عم بمزح بس احمر وجه قد ما مبسوط يعني تغير السيت اب فتنا على محل في دسير في رواية حلوة الاي سي اقوى بكتير سكر جاتويات قلت له للشيف بدنا نعمل شيء بعد وقال لي شو بدنا نعمل بعد؟ نعمل شيء سبيسيال هيك تخلص من هون بس بس لا لا وبس من عندنا من هون لا سياستا بس رائع الزلمه رائع لكن ختامها رح يكون مسك اخر نقطة قبل ما فوت نايم ونرجع نلتقى بكره على بكره لانه وعدني بترجع غير شكل anyway. قال لي اختفي ورجع بعد 5 دقائق فرع اختفي ونرجع بعد 5 دقائق صار 5 دقائق لا طول بالك علي بعد دقيقتين بعد دقيقتين صاروا 3 دقائق صاروا 3 دقائق ما عم حدش صار خلص اوكي خلص هذا الشيء خليني احذر عم نحكي عن عسمليه بوزه عسمليه بالبوزه تفاح تفاح زبيب زبيب بيستاش كريم كراميل ورفي نايس هيدا مش على المنيو لا هيدا سبيسيال لإلي بس هيدا اذا جيتوا لهون ما فيكم تاكلوه لهلا اتليست قرشة العسملية تحت بوظة بالنص روق مستطعم هلا بخلصها ورجع بقول لك روعه فيها فستق فيها تفاحه بتعطيها ان يوروبيان فيل تو ات يعني بتحسوا حالكم عم تاكلوا ابل شترودل اللي كانكم سافرتوا على المانيا فيها زبيب اللي بيرجع بردكم على لبنان فيها كراميل بتعطيها شويه سكر فيها القشطه من الارض فيها العسمليه مع قرشتها اكشن بيطلع لك رقم يا شيف طلعوا الشباب بس شطت ريلتهم دقت بالارض او لا لا هيدا هي الاجواء هيدا هو النهار هيدا هو لاسيستا هيدا هي اجواء المطبخ في نقعد معك بعد 10 ايام انبسطت بالبول انبسطت بالبحر بس كان اخر همي من بعد ما تعرفت عليك لانه اكلتك بعقدهم اجواء انا انبسطت معك كثير 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 انبسطت كثير وبعد ما خلصنا ميرسي رح نام هون اكيد ورح نقعد الساعه 7 صح ورح نتروق ورح نتغدى ورح نرجع نقعد بعضنا انه ما رح تكون اخر مره نشوف بعضنا اكيد الاكسبيرينس ات لا سيستا بكافي جود نايت انا لازم افوت نام
جنب البرت. بيض طازة منهم ملحين ولا شيء، فيري جوسي ما نشفهم، والقوارم اللي حكينا عنها امبارح شعر فحمة مع كل الفات اللي معهم، شيء ولا أطيب من هيك. ما رح خلي يهرب اليوم، رح فوت على المطبخ كيف امبارح عملنا غدا وكيف عملنا عشاء تنشوف شو محضر للترويقة. قوارم معلبك لبنة غير شكل، أسدت كتير قوية، معمولة مثل كالزون يعني البيتزا التلينية المسكرة، رقيقة ماكسيموم ما نتش أبدا، رشة سماء، ورقة نعنع. شو بدي خبركم يعني، أخذ الأكل اللبناني لمحل تاني. ما يخبركم طلعوا فيه. كان الموعد الساعة 7:30، من 7:30 هلأ صارت الساعة 9، بعدني من صحن لصحن، من دويق لدويق. بلشنا بالبيض بقوارمة، كفينا بالمنقوشة القوارمة مع لبنة، والشيف نطلع من المطبخ. هلأ فاتحين على المطبخ تنحضر اشياء كتير مهضومة ولذيذة. لقمة بتعقد عم فتش عليه تنشوف وينه وتنشوف شو رح نحضر. شيف يلا واصل. شو عم تعمل؟ صباح الخير. اليوم عنا زعتر وكشك وجبنة وفتة وهيك اخبار كتير بالفرن. هنعمل مفتة ومسبحة. امبارح اكلت كبة ولا أرق من هيك، رقيقة منا مكسرة أبداً، ما بتفرط، اللحمة بقلبها محشية ماكسيموم، ما فيها ولا أبداً فراغ. خليني فرجيكم كيف ضحى بتعمل كبة. باربيكيو اكيد رح نقول ختامها مسك. اكيد ختامها مسك. رح نعمل باربيكيو على الجازون، رح نقعد مع الاولاد، رح نعمل لحمه، رح نعمل قد كله شكل، رح نعمل فيش، رح نعمل كل شيء. ومن هون بتركك وبروح وبنقعد بعضنا نرجع نلتقى مرة الجاي بالضايع عندك اكيد، وبالمطبخ لاختراعات غير شكل. صح اكيد. طيب غدا اخترع. عم نخترع، عم نجرب نخترع لنضوقك شيء سبيشل، شيء طيب، شيء غريب، شيء اول مره انا بركب على فكره. باربيكيو هن في ايفريثينج. ويلكم فيري جوسي من جوا. صح. رشة الملح على الوجه. سموكي ماكسيموم لأنه معمولة على الفحم، عروق. وقديش من برا استوت بس ما نشفت، ومن جوا قديش بعضها حمره.